مسح لون الشعر وش معنتها؟ معنتها تمحي، معنتها قماش كيما لاقوم، هذيك ممحات نمحو فقط طبقة أو طبقتين من الصبغة. عادة نستعمل مسح لون لما يكون شعر فيه عدة طبقات من الصبغة ونخاف عليه يتضرر، نديرو له سحب لون، يعني سحب كلي للون. نروحو نستعملو القماش لما تكون الزبونة يعني صابورة ومتفقة معك، إذن تروحي ديري لها مسح لون قماش. طريقة القماش هذه هي، شوفوا كيفاش راني ندير. بديت من الرقبة، من أسفل الرقبة، ونروح حركات دائرية، تروحي وتولي وتروحي وتولي. لازم تمسحي اللون الشعر كلي، ما تخليه حتى خصلة. شوفوا البرودوي اللي استعملته، المنتوج هو هاي ليفت ماجيغال هاي ليفت. استعملت الاش لانه كاين كثير، كاين الفيولي، كاين دونك هاد ليكليرسيسون. هذا فوق شعر طبيعي يفتح لنا بزاف الشعرة، يعني نشوفوا اللون الاشقر، ولكن فوق شعر المصبوغ ما يفتح لناش بزاف، راح يقوم لنا برك كيما راكم تشوفوا، كيما شفتوا النتيجه في الفيديو اللي سبق. هنا كملنا القماش. التقنيه هذه راح ما تخليكمش تتغلبوا، راح نترقبوا خصله بخصله. الخصله اللي خرجت تروحوا تغسلوها، اللي ما خرجتش تخلوها تخرج، اللي ناقصها البرودوي تزيدوا لها. وهذه التقنيه تنجحوا فيها لما تعملوا سحب لون ايضا، ما يغلبكمش، يخليكم تراقبوه في الراحة، يعني ماشي حين تنغلبوا. قولوا لي ولا عجبتكم التقنية في الكومنتار.